12 مايو 1947 في بنت زي القمر اسمها ايفيلين ماكهيل رمت نفسها من على مبنى امباير ستيت، والمنظر كان في منتهى الجمال. تخيلوا ده بقى السلكان اللي هو من الاخر كده، ماذا بينك وبين الله يا ايفيلين ماكهيل؟ والله بصحيح انا قلت كده، يعني انا هي كانت شغالة أمينة مكتبة في جامعة منهاتن، وهي كانت قبل كده اشتغلت في كذا شغلانات، بس هي ده المكان الأخير اللي استقرت فيه. وكانت مخطوبة لعائل اسمه باري كده زي العسل، شاب جميل، وهو كان بيحبها وهي بتحبه، بس كان عندها مشكلة إن هي كانت بيجي لها نوبات اكتئاب زي والدتها. هو كان لها 6 أخوات وهي السبعة بتاعتهم أصغر واحدة، وورثت عن مامتها هذا الإيه الاكتئاب الشديد. وللأسف الاكتئاب دوت بدأ يظهر لما بدأت تعمل زي خطوبة كده، حفلة عدية عشان خاطر خطيبها يعني، وكانت في الوقت ده مش صغيرة، بس هي ما كانتش حابة الارتباط يعني. هي كانت مولودة 34 أو 43 أو 43، يعني بتتكلم في 34 سنة، مش صغيرة، بس هي ما كانتش حابة الاقتران أو الارتباط. المهم ان هي في اليوم ده مزقت الفستان اللي هي كانت لابساه وقالت انها لا تصلح للارتباط وكده. قعد خطيبها يهديها ولها ان هو بيحبها ولها الكلام ده كله، واليوم عدى زي الفل. تسكت، عارفين الستات. خدت بعضها وراحت قطعت تذكره لمبنى الامباير ستيت ورمت نفسها من فوق المبنى. قبل ما ترمي نفسها كانت كاتبه رساله ان محدش يشوف البادي بتاعها او جسمها بعد وفاتها، ولكن عشان هي سالكه قوي كده لما وقعت على العربيه ليموزين. الصوره دي العربيه ليموزين، ما تقوليش الليموزين كده، ما هو ده بتتكلم في 47 بكلمك من عمر تاني، بتتكلم من حوالي 80 سنه. كان في شاب صغير مصوراتي وما شغلش في صور تاني ولا ذكر اسمه بعد كده، صورها صورة تبدو كأنها نايمة، وكانت بتلعب في العقد اللولي بتاعها كده ومغمضة على نص تغميضة وجايبة على اليمين وفاردة رجليها وحاطة رجلها زي يكون رجل على رجل، يعني منظر ايه زي يكون عارضة ازياء او مثلا حد بيتصور بيتموضع للتصوير. وده في رأيي او يمكن من ضمن الحاجات اللي بقول يا جماعة، يعني ايه اللي بينك وبين ربنا؟ انت كنت كل خوفك شكل هذا الجسد امام الناس لو انت عملت كده، بس ربنا سبحانه وتعالى اراد لها ليه التوفيق. الفكره كلها بجد ما تيأسش من روح الله ابدا، وما تستغربش ان ربنا ممكن يكرمك او يرحمك بطريقه مختلفه. التظبيطه بتاعت ربنا انت ما بتبقاش عارف هي جايلك منين، انت عامل اللي عليك وقول يا رب. والتظبيطه بقى او التركايه او الحته الحلوه اللي بتيجي من عند اللي خلقك دي انت مش عارف هي جالك منين، بس هي بتيجي، انت بتتفاجئ. هو ربنا سبحانه وتعالى يعني له فيوض من الرحمه وفيوض من الجمال، فما تيأسش ابدا من ربنا. اعتقد ان هي رغم انها عملت حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى، بس حتى ربنا سبحانه وتعالى في ديت برضو اكرمها، يمكن لان المولى عز وجل كان يعلم تمام العلم ان ربنا اقرب لنا من حبل الوريد. هو كان عارف يا ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان هي كانت عندها المشكله دي اللي هي ان هي خايفه ان شكلها يبقى مش لطيف قدام الناس، فربنا اراد ان هي تاخد مسابقه اجمل، يعني اجمل جثه.